اليوم أنظار العالم أجمع كانت متجهة لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية لمتابعة الحدث الترفيهي الأبرز محلياً وإقليمياً، موسم الرياض اللي انطلق رسمياً قبل ساعات وتصدر الترند في السعودية بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ والسفير الإماراتي الشيخ نهيان آل نهيان والسفير العراقي الدكتور عبد الستار هادي الجنابي والسفير الفرنسي لودوفيك وعدد من الشخصيات والوجوه في حفل الافتتاح. طبعاً كان في مسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليمياً ضمن أكثر من 1500 مؤدي بأزياء تنكرية و2760 طائرة درون شكلت لوحة فنية جميلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان. كمان كان في عروض مخصصة لرقصة السمري وعروض الألعاب النارية الرائعة، بالإضافة طبعا لحفل بيتبول المنتظر، والجمهور الحاضر لفعاليات الافتتاح اتوفدوا قبل ساعات انطلاق الموسم وتجاوز عددهم في منطقة البوليفارد والمنطقة المحيطة 500,000. وانتشرت كمان فيديوهات كتيرة جدا بتظهر تفاعل الجمهور الكبير والأجواء الحماسية اللي احنا طبعا شايفينها في حفل انطلاق النسخة الثانية من موسم الرياض. وطبعا انطلقت المسيرة الاستعراضية اللي كان فيها عروض أكروباتيك وموسيقى ورقص استعراضي ولايت شوز بشكل ألوان مبهرة من بعد السلام الوطني للمملكة العربية السعودية، من بعد كلمة معالي المستشار تركي آل الشيخ وإعلانه عن انطلاق موسم الرياض رسميا. مساء الخير، وحشتونا. أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو سيدي ولي العهد الراب الرؤيا وقائدنا الملهم على دعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض. الموسم الأول كان شعارنا تخيل، والموسم الثاني شعارنا تخيل أكثر. صدقتوا؟ أكيد بتصدقون، ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي إنه يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام. وفي الختام، أهلاً وسهلاً بكم في موسم الرياض. يا سلام على هاللحظات الجميلة، صراحة جداً سعيد. طبعاً هالحدث الضخم انتظر الملايين حول العالم اللي شافوه طبعاً إعلاناته في الفترة الماضية في أبرز المدن العالمية، مانهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن ونيوكاسل، وكمان في بريطانيا في عدد من المدن زي لندن وعدد من المدن العربية منها دبي والكويت وبغداد. وطبعاً الجمهور تابعوا الليلة عبر البث الحي لعدد من القنوات التلفزيونية من بينها MBC وMBC مصر وشاهد لايف وقناة الموسم على يوتيوب. يعني بصنت أنت ما تصور قديش أنا اليوم منبهر كلنا بموسم صراحة. الرياض اللي هو عنوانه تخيل أكثر، تخيل كل نفسك فيه، imagine more. يعني فعلا ما تصور قديش سعيد أنا صح. كسعودي إنه الموسم هذا، طبعا الموسم الماضي كان ناجح والآن بداية قوية جدا صحيح. وشفت الحضور قديش، الحضور الفعاليات التنظيم كل حاجة صراحة من وقت ما ابتدوا لحد اللحظة في يعني أبهرونا وبيبهروا. مش بس خد بالك يعني أنت قلت أنا سعودي فرحان، أنا طبعا. مصرية وسعيدة أني بشوف الفعاليات دي كلها مهند بتحصل النهاردة على أرض السعودية، سعيدة أن في تطور بالشكل الكبير طبعا في وترفيه السعودية وترفيه بكل المجالات، مش صحيح. حاجة واحدة صحيح. تبغي مطاعم، تبغي موسيقى، تبغي حفلات، تبغي فن، تبغي تسوق، كل المجالات كل نفسك فيها هتلاقيها، مسرحيات، أفلام، سينما. يعني حقيقة طب احنا بنعمل ايه هنا؟ ممكن تقولي ده احنا والله يعني نقول للمشاهدين بس احنا فعلا سعيدين جدا. ويعني زي ما قال معالي المستشار، موسم الرياض هذا عنوان وهذه السنة تخيل أكثر صح. واحنا متخيلين أكثر، وطبعا يعني سعيدين جدا بهذه الخطوة، وإن شاء الله تصير لنا فرصة أنا وإنت يا بسات نكون موجودين في موسم الرياض. أتمنى أكيد طبعا، وألف مبروك مرة تانية. وأكيد طبعا ورا كل النجاح اللي انتوا شفتوه الليلة في حفل انطلاق موسم الرياض أكيد الهيئة العامة للترفيه
فيها، وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ اللي بقاله أيام ما نمش، وده طبعا بحسب التغريدة اللي نشرها النهاردة. ومواكب كل التحضيرات والاستعدادات معانا خطوة بخطوة، وفي نفس الوقت كمان بيشارك المتابعين على السوشيال ميديا بكل الخطوات والبرامج الخاصة بموسم الرياض، وحتى نشر كمان الخطة المرورية للوصول لمنطقة مسيرة موسم الرياض والمواقف المخصصة لها. وطبعا هذا الجهد تكلم عنه سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد في تغريدته اللي أشاد من خلالها بالعمل الكبير والمميز من هيئة الترفيه ورئيسها معالي المستشار تركي آل الشيخ في ذي الرؤية نافذة لقيادة حكيمة، وختم تغريدته بحمد الله أنه بلادنا محط أنظار العالم إعجابا وتقديرا في كل مجال. أيضا سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نشر تغريدة اليوم عبر من خلالها عن سعادته بانطلاق موسم الرياض، وأضاف كلنا في الانتظار لموسم ناجح بإذن الله بعمل وجهد أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ وبدعم قيادتنا الطموحة. كمان عدد من النجوم والإعلاميين والمشاهير السعوديين، منهم مثلا الفنان طارق العالي، الملحن محمود الخيامي، والمذيع بندر الشهري، والأستاذ سالم الهندي، علقوا كمان على تغريدات معالي المستشار تركي آل الشيخ الخاصة طبعا بالموسم، وتمنوا له التوفيق والنجاح في موسم الرياض السنة دي. طبعا التنظيم المتقن لهالحدث الكبير وبناء بوليفارد رياض سيتي أحد بصمات موسم الرياض تم بدعم عراب الرؤية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وطبعا بنته أيادي شباب وشابات الوطن سعوديين اللي واصلوا ليل ونهار عشان ينجزوا الأعمال على أكمل وجه، بحسب ما كتب معالي في تغريدته اللي نشرها اليوم، يعطيهم ألف عافية جميعا، وفي مقدمتهم معالي المستشار تركي آل الشيخ وكل من اشتغل بموسم الرياض على المجهود الجبار والمستوى العالمي اللي شفناه الليلة في كل النواحي واللي يخلي كل سعودي يشعر بالفخر. أكيد طبعاً، وإحنا كمان بنقول لكل السعوديين النهاردة ألف مبروك عليكم وعلينا موسم الرياض.